بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم رح نحكي عن الأديبوس تيشو. هسا إذا بتتذكروا حكينا إنه الكونكتيف تيشو في عندي سبيشالايزد ونان سبيشالايزد. حكينا النان سبيشالايزد كانوا اللوز والدينس كونكتيف تيشو، بينما السبيشالايزد اللي هم بون البلاد الأديبوس تيشو. حكينا عن البلاد، هسا رح نحكي عن الأديبوس تيشو، ورح ترجعوا تاخذوا كمان يمكن بعد، مش بعد هاي المحاضرة، اللي بعدها، عن البون. تمام. إذا الأديبوس تيشو هو عبارة عن سبيشالايز كونكتيف تيشو. طيب، بما إنه التيشو فهو بيتكون من مجموعة من الخلايا، إيش اسم الخلية تبعت الأديبوس تيشو؟ أديبوسايت أو فات سيل. إذا فات سيل أو أديبوسايت هم إيش الخلايا اللي بيكونوا لي الأديبوس تيشو. طيب، هسا بالنسبة للسيل اللي موجودات بالأديبوس تيشو أو اللي بيكونوا لي الأديبوس تيشو، بيكونوا إما isolated or in small group، هاي واحد، أو موجودات as large aggregate، هاي اثنين. يعني إما بيكونوا مجموعة صغيرة من الخلايا، أو حتى isolated cell، يعني خلايا قليلة. وين هذول بيكونوا؟ within loose or dense irregular connective tissue، هاي وين بيكونوا؟ في حال كانوا isolated cell أو small group cell، within loose or dense irregular connective tissue. أما في حال كانوا يعني مجموعة كبيرة من الخلايا، تمام، فبيكونوا متراكمين في منطقة معينة أو بأورغان معين عندي إيش بالجسم. إذا large aggregate as adipose tissue أو as fat in many body regions أو organs، هاي بيكونوا مو يعني هذول مجموعة صغيرة بيكونوا موجودات بالكونكتيف تيشو، لكن في حال كان عندي لارج أجريجيت بيكونوا متراكمات في منطقة معينة من الجسم أو في أورغان معين. تمام. هسا بالنسبة للأديبوس تيشو عند المين والوومن، عند الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة مختلف. فالأديبوس تيشو عند الذكر 15-20% من الوزن تبعه، لكن إيش عند الوومن رح يكون عندي مور. طب في اختلافات، لأنه في عندي الهرمونز عند الذكر ممكن بتكون مختلفة عن اللي عند الأنثى، فهي الأشياء بتساهم. مثلا ممكن يكون في عندي تجمع للفات أو للدهون بمنطقة البطن عند الأنثى، أو حتى بالثاي عند الفخذ بسبب هرمونات معينة. فإنه هذا السبب إنه ليش الوومن رح يكون في عندهم نسبة الفات أكثر من الذكور. طيب، هسا الأديبوسايت are very active cell metabolic. طيب شو يعني ليش هي active cell metabolic؟ ليش هسا جسمنا، تمام، لما يحتاج طاقة ما يكون مثلا في عندي جلوكوز، او ما اجاني طاقه من الاكل، من كربوهيدرات، من جلوكوز، فبستخدم الدهون اللي مخزنه بالجسم عندي عشان انتج منها طاقه. فعشان هيك مثلا اللي بيعملوا دايتس انه لما ما ياكلوا، فالجسم بصير يستخدم من الدهون المخزنه عندي الاديبوس تيشو او الفات سيل، تمام، وبينتج بطريقه ما، تمام، ايش طبعا اتوقع تاخذوها بالبيوكيم على الصيفي، انه كيف بيتم انتاج من الدهون طاقه، وبينتج الجسم منها طاقه اللي محتاجها مشان يقوم بالوظائف تبعيته. طيب، بحكي لي responding to both nervous and hormonal stimuli. بحكي لي انه الفات لما يكون متخزن اكيد مش رح يطلع لحاله ويجي وينتج لي طاقة لانه انا محتاجها، لا، رح يكون في عندي سيجنال او اشارات من السنترال نيرفس سيستم، تمام، من الجهاز العصبي، او حتى ايش عن طريق هرمونات تيجي تحفز انه هذا الفات اللي متخزن في هذا المكان يطلع وايش ويتحلل ويتم، هسه رح نحكي نشوف كيف بتحلل، تمام، وبالنهاية ايش يتم انتاج طاقة، هاي الطاقة ايش بيستخدمها الجسم مشان يقوم بالوظائف الخاصة فيه. هون شوفوا كيف، هاي هي عبارة عن أديبوس سيل، وهاي شوفوا يعني هاي كل الخلية، تمام، يعني هاي كل الخلية، النواة هاي شوفوا هي جاي على الطرف، هاي طبعا الخلية هي وايت أديبوس تيشو، هسا رح نحكي عنها، تمام، شوفوا، وهاي كلها إيش؟ هاي هي كلها الدروبلز أو اللي هي الفات سيل، يعني السيل بس في عندي النيوكليوس وال يكون عندي الأورجانيلز على الطرف، تمام، والباقي إيش؟ والباقي اللي هي فات أو الدهن اللي موجود بالخلية.
هسه رح نحكي عنها كمان شوي. طيب هسه نيجي لم ايش للفانكشن اوف ذا اديبوسايت. طيب اتوقع مره حكينا انه هي بتساعد بانها تحافظ على درجه حراره الجسم اللي هي الاديبوسايت او الاديبوس تيشو، بتحافظ انها بتعزل الجسم وبتحافظ على درجه حرارته. اذا هي في عندها يونيك فيزيكال بروبرتي فالاديبوس تيشو كوندكت الهيت بورلي اند هيلب انسوليت ذا بودي. هي يعني كيف زي انه بتعزل الجسم عن ايش، عن الحراره البرة او حتى عن اذا كان جو برد برا، فهي يعني بتحافظ بتساعد انها تحافظ تعزل الجسم انسوليت البادي وايش تحافظ على درجه حرارته الطبيعيه. اذا بسبب وجود هاي الفات سيل الجسم بتم عزله عن الحراره اللي برا سواء كانت عاليه او ايش او منخفضه، وبالتالي يحافظ على درجه حرارته الطبيعيه. طيب هاي واحد. اثنين ستورج ديبوت فور نيوترال فات، بحكي لي هي طريقه مشان اخزن الفات، فعن طريق هاي الاديبوس تيشو ايش، فانا ايش بهاي الطريقة أنا قاعد بخزن الفات مشان في حال نحتاجه بعدين. طيب كي ريجوليتر اوف بادي اوفر اول انرجي ميتابوليزم، حكينا انه لما الجسم بيحتاج طاقة بيجي وبعمل ميتابوليزم لهاي الفات. طيب اديبوس تيشو في الاب سبيس بتوين اذر تيشو اند هيلب كشن اند كيب سم اورجان اني بليس. اذا شو هو بيعمل، في عندي مثلا بالتيشو الثانية في عندي سبيس بين التشو، فهو ايش بيعمل، هو زي هاي الفاتسل بتعبي الفراغات، تمام بتعبي الفراغات بين ايش بين هاي بين هاي ايش بين هاي التشو، تمام. هاي واحد. اثنين هي بتساعد انها تثبت وكمان ايش تحافظ على الاورجن يعني مكانها وما تتحرك، فهي زي بتثبت الأورجان. مثلا ممكن تكون موجودة في الانتستين في الأمعاء، فبالتالي هي بتثبتتها يعني بطريقة ما بتكون مثبتتها ومخليتها تظلها مكانها. طيب كمان subcutaneous layer of adipose tissue help shape the body surface where bad like adipocyte act as shock absorber in the soul and blood. طيب بحكي لي الأديبوس تيشو هي السبكوتينيوس لير، يعني الطبقة اللي تحت الجلد بكون في عندي أديبوس تيشو، تمام. هاي الطبقة بتكون زي إنها وسادة، تمام، باد لايك ديبوسايد. هاي الوسادة شو بتعمل، بتكون زي ممتصة شوك أبسوربرز، بتمتص في حال الشخص مثلا تعرض لضربة او لأشي، فهي بتمتص ايش، بتمتص الصدمة او بتمتص الضربة بحيث الشخص ما يحس فيها، ما يحس بوجع، فهي بحكي لي زي الباس زي الوسادة، بتتصرف زي شوك أبسوربر يعني ممتصة للصدمات. طيب خاصة وين، في السول، هاي السول اللي هي باطن القدم، تمام، او بالبالم، البالم اللي هي الكف الايد، فهي بهاي الطريقة فهي زي شوك أبسوربر تمتص الصدمات بحيث الشخص ايش ما يحس بالوجع، مثلا اذا ضرب ضربة او مثلا اجت ايده او برجله في مكان يعني معين او انضرب بحجر، يعني انها بتخفف الايش، بتخفف الالم، فهي زي انها بتمتص ايش، بتمتص الشوك او الضربة وبس. طيب هسا انا في عندي نوعين من الاديبوس تيشو، وايت اديبوس تيشو اند براون اديبوس تيشو. طيب ايش صنفوهن، بحكي لي حسب اللوكيشن، حسب الاستراكشر، تركيب كل وحده فيهن، الكلر، لانه شايفين انه في وحده وايت في وحده براون، والباثولوجي كاركترستيك، فيعني حسب الموقع، حسب كيف تركيب كل وحده، حسب اللون، لانه انا في عندي وايت اند براون. طيب خليني احكي لكم الوايت. الوايت راح تكون مكونه بشكل اساسي، هاي مثلا الخليه بشكل اساسي، يعني هاي احسن، مثلا هاي اللي هي بتكون عندي الفات دروبلز، تمام، وهون بيكون في عندي النيوكليوس وباقي الاورجانيلز والسيتوبلازم، فبالتالي الخليه كلها راح تكون فات، يعني عباره عن فات بس، الاورجانيلز الثانيه موجودات بس يعني زي محصورات حصر بس على الطرف، فعشان هيك هاي بيكون الفات زي لونها ابيض، فعشان هيك ايش سميناها وايت اديبوس تيشو. بينما البراون، البراون بيكون فيها ميتوكوندريا كثير، فبالتالي بيكون اللون ايش، براون او بني. طيب هسا رح نحكي عن الوايت اديبوس تيشو.
تمام. هسه بالنسبة للوايت أديبوس تيشو هي مقارنة بالبراون هي المور كومون تايب، وهي يعني الأكثر وجودا. إيش الوايت أديبوس تيشو؟ بحكي لي سبيشاليزد فور ريلاتيفلي لونج تيرم انرجي ستورج، يعني شو هي؟ بتخزن الطاقة، تمام، بتخزن الفات لفترة طويلة، مشان ايش؟ مشان بعدين ايش انا استخدمه as energy. فهي ايش؟ بتخزن long term energy storage، بتخزن الفات لفترة طويلة مشان بعدين استخدمه كايش؟ كمصدر طاقة. طيب بالنسبة للأديبوسايت ايش مالها؟ بحكي لي انها تكون spherical او في حال كانت isolated، او polyhedral لما تكون closely packed in situation. شو يعني؟ بحكي لي في حال كانت خلية بحالها، مش موجودة حواليها خلايا كثير، براحتها، فايش هون بتكون spherical او كروية، لان ما في اشي يضايقها. يعني شوفوا هي يعني الاوضاع هاي، تشوفوا كيف انها، او هاي حتى، او هاي او هاي، فانها زي براحتها، فانه مش مضغوطة بخلايا ثانية مشان شكلها يكون غير، فبتكون سفيريكال. لكن بتكون عندي بوليهيدرال لما يكونوا مجموعة مع بعض. طلعوا هون ايش؟ شوفوا عندي يعني عدد هائل من الخلايا وكلهم هيك زي مرصوصات على بعض، فبالتالي كان الشكل بوليهيدرال. طيب شو يعني بوليهيدرال؟ بوليهيدرال يعني بيكون إلها أكثر من جانب أو أكثر من سطح. شوفوا هيك الخلية بيكون شكلها، هاي خلية، تمام. لما إيش؟ لما يجوا الخلايا كلهم ويكونوا محشورات في نفس المكان، فبالتالي اطلعوا كيف إنه هاي يعني هاي خلية واحدة، تمام، انه بكون لها اكثر من سطح، اكثر من جانب، فعشان هذا هو الشكل يعني بنسميها او هاي الخلية بوليهيدرال سيل. متى؟ لما يكونوا ايش؟ زي هيك متجمعين. لكن لو كانت isolated رح تكون عندي spherical. طيب بالنسبة هي السيل very large، الديمتر تبعها بين 50 و150 مايكرومتر. طيب شو بتحتوي؟ حكينا انه بتحتوي single huge droplet of lipid that fill almost entire cell، يعني فيها الفات droplet بتعبي كامل الخلية، تمام. لكن ايش؟ السيتوبلازم تبعها يعني عدا عن هاي الدروبلت الكبيرة اللي اصلا هي يعني مثلة او بتعبي كامل الخلية، في عندي ايش؟ نيوكلياس. هاي النيوكلياس بحكي لي في عندي ميتوكوندريا، اتوقع هاي اللي بالبني، بس هاي الموجودات، بس في عندي كمان الجولجي اباريتس، فيو سيستين اوف رف اندوبلازميك ريتيكولوم اند فري بولي ريبوسوم. يعني في عندي الاورجانيلز موجودات، لكن زي ما حكينا انهم هم والسيتوبلازم زي بيكونوا محشورات على الطرف هيون، تمام. ليش؟ لانه اصلا الدروبلت فات او دروبلت اوف ليبيد ايش؟ بكون شغله المكان كامل او كامل الخليه، الا شوي بكون موجود فيها السيتوبلازم والاورجانيل اللي حكينا عنهم. بحكي لي الوايت اديبوسايت بنسميها يوني لوكليار. طيب ليش بنسميها هيك؟ لانه مثل ما انتم شايفين في عندي ترايغليسرايد. هاي الترايغليسرايد، طبعا ترايغليسرايد هي نوع من انواع الليبيد او نوع من انواع الدهون، تمام. فهاي الترايغليسرايد بحكي لي ايش؟ موجوده as single large droplet، لانه انا في عندي دروبلت واحده، تمام، موجوده في داخل الخليه او في داخل الوايت اديبوسايت، فبنحكي عنها يوني لوكليار. طيب لو كان في عندي مالتيبل ايش بنسميها؟ بولي ايش لوكليار، لانه ايش بيكون في عندي اكثر من ايش؟ اكثر من دروبلت، لكن هون ايش كان عندي دروبلت واحده فبنسميها يوني لوكليار. طيب هسا بحكي لي هاي الليبيد اللي موجودة هون بدها اشي يثبتها، تمام. فايش بيثبتها؟ الانترميديت فيلمنت. مين منهم او ايش النوع اللي بيثبتها؟ الفيمنتين. فيمنتين اللي هو نوع من انواع الانترميديت فيلمنت. اذا الليبيد دروبل سيتوبلازم اذا از رينفورسد او بتم تثبيتها عن طريق انترميديت فيلمنت اوف فيمنتين، اللي هي ايش؟ نوع من انواع الانترميديت فيلمنت، تمام. بحكي لي على عكس الكونكتيف تيشو الاديبوسايت محاط بايش؟ هسا في عندي ايش؟ في عندي الاكسترنال لامينا، تمام. هاي ايش؟ الاديبوسايت محاطه فيها. طيب حلو، هاي الاكسترنال لامينا الثين لايرز منها اللي محاطه بالخليه الوايت اديبوسايت ايش مالها؟ من ايش بتتكون؟ بحكي لي بتتكون من تايب 4 كولاجين. اذا ايش الاديبوسايت؟ محاطه بثين لاير اللي هي ثين لاير من الاكسترنال لامينا،
يعني حواليها عشان هيك external. هاي ايش اللامينة بتحتوي؟ type 4 collagen. اذا الاديبوسايت محاطة بايش؟ باكسترنال اللامينة اللي هي بتحتوي على type 4 collagen. طيب هسا شوفوا الصورة هون، هاي الخلايا، لكن في اشي هون، في اشي يعني في اشياء، طبعا اللي بالاحمر مبين انه هو blood vessels، وفي عندي كمان هون اشياء ثانية، يعني في عندي زي fibers وهيك. هسا شو بحكي لي؟ الـ white adipose tissue is subdivided into incomplete lobule by partition of connective tissue containing vascular bed and nerve network. شو يعني؟ هسا الـ white شوفوا مقسمة، هل هي موجودات كلهن هيك يعني بشكل خلص؟ لا، كلهم ملزقات ببعض وما في بينهم اشي؟ لا، فبالتالي هي sub divide مقسمة لإيش؟ ل incomplete lobule. طيب ليش حكينا lobule وليش حكينا incomplete؟ شو يعني incomplete lobule؟ هسا في عندي اللوب، لما نحكي لوب، فاللوب يعني لو كانوا كل الخلايا موجودات تمام بدون أي إشي بينهم، بيكونوا هيك مكونين لي زي لوب أو مساحة كبيرة تمام بدون أي إشي يفصل بينهم، هون بنسميه لوب. لكن lobules يعني إشي أصغر من اللوب. وليش حكينا incomplete؟ لأنه في أشياء بتفصل إيش؟ صارت تفصل بين الخلايا، فعشان هيك حكينا عنهم incomplete lobule. فهون مقسمات، طيب إيش اللي بينهم أو إيش اللي خلاهم يتقسموا خلاهم incomplete lobules؟ incomplete حكينا عشان مو مكونين لي لوب، وعشان في إشي فاصل بيناتهم، فعشان هيك حكينا عنهم incomplete lobules. تمام، ايش اللي فاصل بيناتهم؟ بحكي لي في عندي كونكتيف تيشو، يعني هذا اللي باللون الازرق وداخله البلود فيزل، ايش هو؟ عباره عن كونكتيف تيشو. طيب هذا الكونكتيف تيشو ايش بيحتوي؟ بحكي لي فاسكولار بيد اند نيرف نتورك، يعني اعصاب، ايش وايش؟ بلود فيزلز، عشان ايش؟ مشان الفاتسيل، لانه اكيد بدها بلود فيزل وبدها نيرف. العاد كيف حكينا انه لما بدي طاقه فانه بيجي عندي استيمولي هرمونال او حتى بواسطه نيرف، مشان ايش؟ مشان يتم هذول ايش يتحللوا انتج منهم طاقه. ففي عندي نيرف نتورك اند ايش؟ فاسكولار بيت. اذا زي ما حكينا نرجع نحكيها انه الفاتسيل او التيشو ايش؟ سب ديفايد. ليش او لايش؟ لانكمبليت لوبيول. انكمبليت لوبيول حكينا عنها هيك لانه هي في اشياء فاصل بيناتها. طيب ايش اللي فاصل بيناتهن بين الخلايا؟ ليش ما كان لوب كامل وما في اشي فاصل بينهن؟ لانه في عندي كونكتيف تيشو بيحتوي على فاسكولار بيد اند نيرف نتورك، نيرف وبلود فيزل، اعصاب وايش واوعيه دمويه. تمام، طيب في عندي كمان بحكي لي فايبروبلاست عند الماكروفيج، وكمان خلايا شكليت لي تقريبا نص عدد الخلايا اللي موجودة في الأديبوس تيشو. طيب أنا إيش بدي بالفايبروبلاست؟ إذا تتذكروا إنه هي وظيفتها تبني لي الإكسترا سيلولار ماتريكس، أخذناها بالكونكتيف تيشو. الماكروفيج، الماكروفيج مبين وظيفتها مناعية، يعني في حال صار في عندي إشي ضار فهي إيش؟ إنفلاميشن، فهي هاي الماكروفيج موجودة في الأديبوس تيشو لهذا السبب. طيب بحكي لي في كمان إشي بيخلي هاي السيل تمام اللي بالأديبوس تيشو إيش؟ سبورت أو بعمل لها سبورت، مين هو؟ الريتيكولار فايبر. إذا بتتذكروا الريتيكولار فايبر أول إشي بحكي لي بيكون نيتورك، انترووفن نيتورك. هاي النيتورك أو هذا الريتيكولار فايبر إذا بتتذكروا حكينا إنه بيتكون من تايب 3 كولاجين، أخذناها بالكونكتيف تيشو إنه الريتيكولار فايبر بتكون من إيش؟ من تايب 3 كولاجين تمام. هاي الفايبر مكونيت لي نيتورك to support the fat cell and bind them together. إذن هي مشان تدعم هاي الخلايا اللي هي الفات سيل وتربطها ببعضها. إذن في عندي إيش؟ موجود الريتيكولار فايبر اللي هي عبارة عن تايب 3 كولاجين واللي مكونيت لي إيش؟ fine interwoven network. تمام، طيب حكينا إنه الأديبوس تيشو الوايت، وبحكي لي almost all adipose tissue، يعني مش يعني تقريبا كل الأديبوس تيشو ايش اللي موجودة في الأدلت هي يوني لوكليير. حكينا ليش يوني لوكليير؟ لأنه حكينا انه بيكون في عندي فات او الدروبلت، ايش دروبلت؟ هي واحدة مش متعددة، انه يكون في عندي اكثر من دروبلت في داخل الخلية.
and it is found in and around many organs throughout body. بحكي لي إنها بتكون موجودة إما داخل الأورجان نفسه أو حتى حواليه. حتى إذا بتذكر حكينا حواليه ليش؟ لأنها بتكون زي إنها بتكون بتعبي الفراغ بين إيش؟ بين التيشو أو بين الخلايا. طيب بحكي لي الديستربيوشن لهاي التيشو للأديبوس تيشو ما بيظل ثابت، وهو مختلف لما يكون الشخص تشايلد هود بفترة الطفولة أو لما يكون أدلت أو لما يصير بالغ. فطيب ليش؟ بحكي لي لأنه بتم تنظيم توزيع الأديبوس تيشو والفاتس هاي عن طريق السكس هرمونز، فهذا الاشي كنترول الأديبوس ديبوزيشن in the breast and thigh. فبحكي لي ايش بسبب وجود لما الشخص يصير ادلت في عندي 6 هرمونز مثلا مثل الاستروجين راح يعني او التستوستيرون، هذول راح يغيروا ايش الديستربيوشن تبع مين؟ تبع ايش؟ تبع الاديبوس سيل، وخاصه بحكي لي مثلا في البريست والثاي عند الافخاذ، وين في ايش بالبريست الديبوزيشن تبع ال، فبالتالي الديبوزيشن تبع الأديبوس سيل مختلف بتشايلد هود عند أدلت بسبب إيش؟ السكس هرمونز اللي رح يكون إلها دور وهي رح تنظم إيش الأديبوس ديبوزيشن تبع الفات سيل. طيب هسا نكمل، هسا رح نحكي مش حكينا آخر إشي إنه الوايت أديبوس أديبوسايت أو الوايت أديبوس تيشو أو الخلية بيكون فيها دروبلت. هاي الدروبلت هي عبارة عن إيش حكينا؟ هي تراي جليسرايد، بتكون عندي واحدة بالوايت سيل. طيب هاي التراي جليسرايد اللي رح تتخزن بالأديبوسايت، تمام؟ من وين يعني من وين إجت أو كيف تتصنع؟ هسا هي رح يكون مصدرها واحد من ثلاث: dietary fat brought to adipocyte as circulating chylomicrons. شو يعني؟ يعني من الدايت، جاية من الأكل، تمام؟ وبتكون على شكل إيش؟ على شكل chylomicron. هسا رح نشوف شو تركيب الكايلومايكرون كمان سلايد، تمام؟ هاي واحد، إذا من الدايت وعلى شكل chylomicron. اثنين، from triglyceride synthesis in the liver and transport as very low density lipoprotein. بحكي لي انه التريجليسرايد بتصنع وين؟ في الليفر. اذا من الدايت واحد، اثنين من الليفر. وبحكي لي بعد ما يتصنع بالليفر كيف بنتقل بالدم؟ بحكي لي عن طريق very low density lipoprotein. شو هو اللايبوبروتين؟ هو عبارة عن بروتين مع ليبيد. اذا اللايبوبروتين هذا او هذا ال very low density lipoprotein هو عبارة عن بروتين مع ليبيد. ايش ماله؟ هو اللي بينقل لي ايش الترايجليسرايد بعد ما يتم تصنيعه وين؟ في الليفر. اذا المصدر الثاني انه يتم تصنيعه في الليفر. ثلاث، local synthesis of free fatty acid and glycerol from glucose. هسا الترايجليسرايد، تمام، بتصنع من، هو عبارة عن جليسرول واحد زائد 3 fatty acid. اذا 3 free fatty acid مع glycerol شو بيعطوني؟ بيعطوني تراي جليسرايد، تمام؟ تمام. طيب الجليسرول من وين اجت؟ بحكي لي بتم تنتج من يعني الجلوكوز، بصير لها تفاعلات معينة، تمام؟ وبينتج منها ايش؟ بينتج منها بعدين الجليسرول. هذا الجليسرول مع الفري فاتي اسيد بيكونوا لي ايش؟ التراي جليسرايد. اذا مصدرها واحد من ثلاث: واحد من الدايت وبتنتقل على شكل كايلومايكرون او بتكون على شكل كايلومايكرون، اثنين بتتصنع في الليفر وبتنتقل على شكل ايش؟ very low density lipoprotein، وثلاثة ايش؟ بتتصنع من الفاتي اسيد والجليسرول اللي نجت من ايش؟ من الجلوكوز. اذا فاتي اسيد مع جليسرول عطوني تراي جليسرايد. طيب هسا بدنا نحكي عن الكايلومايكرون، حكينا عنه اول اشي اللي هو ايش؟ شكل من أشكال تريجليسرايد. طيب الكايلومايكرونز بحكي لي هو عبارة عن small particles of variable size. إذن هو عبارة عن small بتكون من small particles. إيش هي هاي small particles؟ شوي أول شي نحكي وين بتصنع. بحكي لي intestine epithelial cell. إذن وين بتصنع؟ بالintestine. إذن وين بتصنع؟ بالintestine. أصلا حكينا إنه التريجليسرايد هي حكينا إنه إيش؟ من الدايت.
وبيكون على شكل كايلو مايكرون. فالكايلو مايكرون بتصنع بالانتنسن ابيثيريال سيل، بعدين بصير له ترانسبورتد ان بلاد بلازما اند ليمف، بعدين بصير بينتقل للبلازما وللليمف. مشان ايش؟ مشان برضه يروح على الاديبوسايت ويتخزن ايش بالاديبو بالاديبوس تيشو، تمام، لحد ما الجسم يحتاجه، بده طاقه يكون. فايش هناك ايش بيتم ريليز ات من السيل، وبعدين نستخدمه مشان ننتج طاقه. طيب من ايش بتكون؟ بحكي لي بتكون من سنترال كور، هذا اللي هو سنترال كور. هذا السنترال كور من شو بتكون؟ ترايغليسرايد اند سمول كوانتيتي اوف كوليسترول استر. اذا السنتر كور ايش ماله؟ هو عباره عن ترايغليسرايد وكوليسترول استرز. ايش الكوليسترول استرز؟ هو عباره عن فاتي اسيد، تمام، مع كوليسترول. ايش اللي ايش الرابطه اللي بيناتهم او كيف بيتحدوا؟ عن طريق رابطه اسمها الاسترز بند، عشان هيك اسمه ايش؟ كوليسترول استرز. اذا هو عباره عن فاتي اسيد مع كوليسترول، بيرتبطوا مع بعض عن طريق استرز استر بند، تمام. اذا السنتر تبع الكايلو مايكرون هو عباره عن ترايغليسرايد مع ايش؟ مع الكوليسترول استرز. طيب بس لا، هاي هذا السنتر محاط بايش؟ مونولاير، طبقه واحده من الابو لايبوبروتين كوليسترول اند فوسفوليبيد. اذا كوليسترول فوسفوليبيد وابو لايبوبروتين. شو حكينا؟ هذا الابو لايبوبروتين هو عباره عن بروتين زائد ايش؟ زائد ليبيد، بيكونوا متحدات مع بعض. اذا شو تركيب الكايلو مايكرون؟ الكايلو مايكرون هو في عندي سنتر و طبقة محيطة فيه. السنتر شو هي؟ عبارة عن ترايغليسرايد مع ايش؟ مع كوليسترول استرز، محاطة بمونولاير. هاي المونولاير هي عبارة عن ايش؟ ابو لايبوبروتين، اللي هي بروتين مع ليبيد، كوليسترول اند الفوسفوليبيد. طيب هذا اللايبوبروتين بدنا نحكي عنه. اول اشي هو كومبلكس اوف ليبيد اند بروتين، حكينا من اسمه لايبوبروتين، بروتين مع ليبيد. But are smaller than chylomicron and have much higher level of apolipoprotein, cholesterol and phospholipid in the surface area. إذا هسا بحكي لي إيش؟ هو كحجم أصغر من الكايلومايكرون، لكن هو بيحتوي على apolipoprotein, cholesterol وphospholipid، وكمان الكمية اللي بيحتويها من هذول الثلاثة الأبولايبوبروتين والكوليسترول والفوسفوليبيد أكثر من إيش؟ أكثر من الموجودة بالكايلومايكرون. إذن اللايبوبروتين هو كحجم أصغر، لكن بيحتوي على أبولايبوبروتين كوليسترول فوسفوليبيد أكثر من الموجودة في الكايلومايكرون. هو عبارة عن ليبيد with protein، complex of lipid and protein. طيب هسا بدنا نحكي عن كيف أنا بجيب شو اسمه الترايغليسرايد من الدم وبفوتها على الخلية، وإيش الإنزيم اللي بيساعدني؟ ولو أنا بدي طاقة وبدي هاي الطاقة من الدهون، وبدي الدهون تطلع من الأديبوس تيشو أو من الأديبوسايت، إيش الإنزيم وإيش الآلية اللي رح تطلع فيها إيش الترايغليسرايد مشان أستخدمهم بإنتاج الطاقة؟ رح نحكي هون كيف رح ندخلها لجوا، هون كيف رح يتم ريليز ات خارج الخلية، وبعدين تروح الدم، وبعدين ايش يتم عندي انتاج الطاقة واللي الجسم بيحتاجها مشان يقوم بالوظائف تبعيته. طيب هسا بحكي لي بالأديبوس تيشو في عندي كايلو مايكرون حكينا عنه، والفري فري لو دنسيتي لايبوبروتين برضو حكينا عنه. بحكي لي hydrolyzed at lumen surface of a blood capillary by enzyme. بحكي لي الكايلومايكرونز، واحنا حكينا انه الكايلومايكرونز هو عبارة عن ترايغليسرايد وحكينا تركيبه كامل، والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين حكينا انه هو لايبوبروتين بروتين مع ليبيد وفي كوليسترول، وبيكون في عندي كوليسترول فوسفوليبيد وابولايبوبروتين بتركيبه. بحكي لي على البلد كابيلاري، يعني على الأوعية الدموية، في عندي إنزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز. طبعا في الإنزيمين مهمين وبدكم تميزوا كل واحد وظيفته، لأنه وظيفتهم متعاكسة راح تكون. لايبوبروتين لايبيز هذا وين موجود؟ موجود على البلد كابيلاري، على السيرفيس، على اليومن سيرفيس إلها. إذا على السيرفيس أوف بلد كابيلاري
في عندي لايبوبروتين لايبيز. هذا ايش بيعمل؟ بيجي بكسر الدهون والترايجليسرايد اللي عندي، تمام؟ لايش يعني ايش اللي رح ينتج من هذا، من شغل هذا الانزيم على الكايلومايكرون واللايبوبروتين اللي عندي والترايجليسرايد؟ فري فاتي اسيد اند جليسرول. اذا اللايبوبروتين لايبيز بعد ما يشتغل على الاديبوس سيل على مش الاديبوس سيل، على الكايلومايكرون لايبوبروتين ترايجليسرايد، راح يكسرهم وينتج بالنهايه فري فاتي اسيد اند جليسرول. طب انا ليش كسرتهم؟ يعني ايش ليش ما يدخلوا الخليه بدون؟ لانه يعني كحجم الخليه ما راح تدخل الكايلومايكرون واللايبوبروتين، تمام؟ فانا بحاجه انه لما اطلع من الخليه او ادخل من الخليه، احنا بنحكي عن الاديبوس سايت او الفات سيل، هاي الخليه اللي بنحكي عنها اللي بدنا ندخل او نطلع منها، لهي اللي بتخزن لي الفات، تمام؟ فانا ايش لازم ايش اكسر الترايجليسرايد لفاتي اسيد وجليسرول، سواء كدخول او انها تطلع من الخليه. طيب هسا الفري فاتي اسيد انتر اديبوسايد، طيب كيف اول اشي كيف رح يدخلوا؟ هل يعني بدهم نواقل؟ هل بيدخلوا عادي باسيف ديفيوجن ولا اكتيف؟ هسا بالنسبه للفاتي اسيد بحكي لي اما بدخل باسيف ديفيوجن، تمام، عادي، او اكتيف ترانسبورت، يعني من التركيز الاقل للتركيز العالي، وحكينا عن طريق ايش بحتاج اي تي بي وبدي نواقل، هاي ايش في حاله الاكتيف ترانسبورت. لكن في حاله الديفيوجن اللي هي بدخل عن طريق باسيف ديفيوجن، ما بده نواقل، ما بده اي تي بي، من الاعلى تركيز للاقل تركيز. بالنسبه للجليسرول، الجليسرول بيدخل عن طريق الباسيف ديفيوجن برضه. اذا الفاتي اسيد اكتيف ترانسبورت او ديفيوجن، الجليسرول باسيف ديفيوجن. طيب بحكي له within adipocyte، طيب فاتن هسا ايش خلص دخلت الفاتي اسيد والجليسرول. طيب هل انا لما بدي اخزن انا ايش ليش دخلتهم؟ مشان يتخزنوا لحد ما احتاجهم. طيب هل رح يضلوا على شكل فاتي اسيد وجليسرول؟ لا، رح يرجعوا الفاتي اسيد يتحدوا مع الجليسرول، تمام، ويكونوا الترايجليسرايد كمان مره، اللي رح تكون which are then deposited in the growing lipid droplet until needed، اللي رح تظلها على شكل ليبيد دروبلت، تمام، وجروينج. ليش حكى لي جروينج؟ لانه ايش انا مستمر بتخزين الفات بهاي ايش بهاي الخليه، فرح يجي كمان مثلا فاتي اسيد وجليسرول ويرجعوا يتحدوا يعطوني ترايجليسرايد وتكبر هاي الليبيد دروبلت لحد ما ايش لحد ما انا احتاجها. متى بحتاجها؟ لما انا احتاج بدي طاقه، فباجي وايش هسه رح نشوف كيف رح نكسرها ونرجع نطلعها. طيب اذا نرجع نحكي بسرعة، ترايجليسرايد أنا ما بقدر أدخل كايلومايكرون ولايبوبروتين على الأديبوسايت أو على الفاتسل، فأنا بحاجة إني أكسرها. فلما يكونوا موجودات في الدم، في البلد كابيلاري، في عندي على السيرفيس لايبوبروتين لايبيز، الإنزيم مهم. هذا الإنزيم بكسر الليبيد اللي عندي لفاتي أسيد وجليسرول. الفاتي أسيد والجليسرول بيدخلوا وكل واحدة بطريقة الترانسبورت، جليسرول باسيف ديفيوجن، الفاتي أسيد أكتيف ترانسبورت أو الديفيوجن باسيف ديفيوجن. لما يدخلوا الفاتي أسيد والجليسرول بيرجعوا بتحدوا بيكونوا التريجليسرايد. هاي التريجليسرايد هي عبارة عن ليبيد دروبلت. هل هي حجمها ثابت؟ لا، هي جروينج، لأنه رح يضل يفوت عندي كمان إيش ويتخزن فات، فبالتالي بضلهم مخزنات في الخلية لحد ما أنا أحتاجهم أو لحد ما الجسم يحتاجهم. طيب هسه حكينا كيف بدنا إيش ندخل الترايجليسرايد. طب كيف بدنا نطلعها؟ أول إشي لما نيجي الخلية مش رح تطلع ترايجليسرايد لحد ما يكون في عندي استيميوليشن. هاي الاستيميوليشن حكينا بالبداية إنه بتكون عندي هرمون أو نيرف. هاي الهرمون أو النيرف بتيجي بتحفز الليبيد، تمام، الليبيد اللي موجود، تمام. فهذا الليبيد إيش ماله؟ رح يرجع ويتكسر لفاتي أسيد وجليسرول، بعدين ريليز إنتو بلد. هسا رح نشوف كيف. إذا بحكي لي هون إجا عندي نور إبنفرين اللي هي إجا استيميوليشن from nerve ending stimulates cyclic AMP system. إذا بحكي لي أول إشي في عندي النور إبنفرين، هذا النور إبنفرين إجا نشط لمين؟ نشط للسايكليك AMP.
هذا السايكليك احفزه مشان يشتغل. طيب السايكليك اي ام بي شو بيروح يعمل؟ في عندي بروتين انزيم تمام اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، بيجي هذا السايكليك اي ام بي وبنشط هذا الانزيم. لما ينشط لي هذا الانزيم تمام بروح هذا الانزيم بكسر الترايجليسرايد الدروبلز اللي عندي لايش؟ لفاتي اسيد ولجليسرول. بعد ما يكسرها رح يرجعوا يطلعوا ايش؟ يطلعوا من الاديبوسايت. وين رح يروحوا؟ ديفيوز انتو كابيلاري، رح يروحوا على الدم تمام. هناك شو بصير؟ هسا الجليسرول بتحرك بالدم، ما بده ايش؟ ما بده اشي يرتبط فيه، ما بده بروتين يعني يرتبط فيه، بينما الفاتي اسيد بيرتبط بالالبومين بروتين اللي موجود بنسبة كبيرة وين؟ في الدم، for transport through body for use as an energy sources. اذا الفاتي الجليسرول عادي، بينما الفاتي اسيد بده البومين، بيرتبط بالالبومين وبنتقل للجسم المكان اللي بده طاقة مشان ايش؟ مشان يتم انتاج الطاقة في البادي او في المكان اللي البادي بده الطاقة فيه. طيب كمان مرة، اذا بيكون في عندي stimulation، هاي الstimulation نيرف او هرمون. هون عندي كانت نور ابنفرين، معناته ايش؟ كانت هاي النور ابنفرين اجت ايش حفز لي؟ حفز لي السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بروح على انزيم اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، شو بيعمل؟ بكسر لي الترايجليسرايد هاي الدروبلز، بصير في عندي فري فاتي اسيد وجليسرول. هاي هذول الاثنين بعد ما خلص نتج عندي فري فاتي اسيد تمام، وفي عندي هذا الجليسرول، الجليسرول بيجي وخلص بينتشروا الاثنين وين؟ على الكابيلاري، بيرجعوا على الدم. الفاتي اسيد بيرتبط مع الالبومين، لكن الجليسرول ما بيرتبط مع شيء. وبعدين هم موجودات في الدم بيروحوا على ايش؟ ترانسبورت ثرو بادي تمام، مشان ايش؟ مشان استخدمهم كمصدر للطاقه. بس بدنا ننتبه انه هون عندي لايبوبروتين لايبيز، هون ايش؟ هرمون سنسيتيف لايبيز، الانزيم مش نفسه واصلا مكانه مش نفسه، يعني هذا موجود بالكابيلاري، هذا هيو هذا موجود وين؟ هذا موجود في الاديبوسايت، وهذا وظيفته يعني هذا مشان يعني صح بكسر مشان لفاتي اسيد وجليسرول، بس انا مشان ادخل الخليه مشان اخزنهم، لكن هون لا، مشان انا استخدمهم بانتاج الطاقه واطلعهم من الاديبوسايت وارجعهم على الدم. هون لا، هون انا جبتهم على ايش؟ على الخليه، فوظيفتهم متعاكسه فميزوا بيناتهم. طيب بحكي لي انه الفاتي اسيد تمام السينثيسيس تبعها from glucose is accelerated by insulin. شوي الجلوكوز رح يعطيني فاتي أسيد، الجلوكوز بتفاعله يعني بينتج بطريقة ما تمام بالتفاعل، أتوقع برضو بالبيوكيم أخذناه وإنتوا رح تأخذوا، فالجلوكوز رح يعطيني فاتي أسيد يعني بعد يعني مو مباشرة لا، يعني مثلا جلوكوز بيعطيني كذا كذا إلى آخره لحد ما يعطيني الفاتي أسيد تمام. فهو هون إيش ساعدني؟ إنه إيش؟ إني أبني إيش هاي الفاتي أسيد اللي رح يتحد بعدين مع الجليسرول يعطيني تريجليسرايد. فطيب هاي العملية بحكي لي إنه يصير في عندي سينثيسز للفاتي أسيد من الجلوكوز، مين اللي بيسرحها؟ بيسرحها الأنسولين. طب كيف؟ بحكي لي الانسولين بيحفز الابتيك اوف جلوكوز انتو اديبوسايت اند انكريس سينثيسيس اوف لايبوبروتين لايبيز. اذا شو حفز لي؟ شغلتين، اول اشي صار يزيد انه الجلوكوز يدخل على الاديبوسايت وبالتالي يعطيني الفاتي اسيد اللي راح اكون بعدين تريجليسرايد فيها، واثنين بزيد بناء اللايبوبروتين لايبيز. حكينا اللايبوبروتين لايبيز اللي موجود في الدم اللي كسر لي التريجليسرايد لفاتي اسيد وجليسرول لحتى ادخلهم على الاديبوسايت، فبالتالي هو ايش؟ هو حفز لي تمام ايش؟ اني اخزن ايش؟ اني اخزن دهون، مش اني اكسر الفات وبعدين استخدم الدهون بالطاقه، لا تمام. بحكي لي كمان بيثبط هرمون سنسيتيف لايبيز، اصلا هذول الانزيم حكينا وظيفتهم متعاكسه، فاذا واحد نشط الثاني رح يكون مش اكتف او مثبط، فبالتالي هو زاد لي السينثيسيس اوف لايبوبروتين لايبيز وثبط لي الهرمون سنسيتيف لايبيز، فبالتالي ريديوسينج فاتي اسيد ريليز اند ستيمولييت انزيم فور ليبيد سينثيسيس. اذا شو عمل لي؟
قلل انه يصير عندي ريليز للفاتي اسيد خارج الاديبوسايت، وبالعكس شو زاد لي؟ زاد لي الليبيد سينثيسيس. اذا الانسولين شو عمل؟ الانسولين اول اشي بزيد او بحفز الابتيك اوف جلوكوز للاديبوسايت، مشان حكينا بينتج منها فاتي اسيد، هاي واحد. اثنين بحفز سينثيسيس بناء لايبوبروتين لايبيز، وحكينا ايش وظيفته، بيثبط لي الهرمون سنسيتيف لايبيز، فبالتالي رح يقلل الريليز اوف فاتي اسيد، وشو حفز لي؟ حفز لي الليبيد سينثيسيس. طيب في عندي الجلوكاجون تمام، هذا ايش كوظيفه؟ عكس الانسولين. ليش؟ بحكي لي اند جروث هرمون بروموت ترايجلسرايد، ايش مالهم؟ اند جروث هرمون. اذا بحكي لي الجلوكاجون اند الجروث هرمون ايش مالهم؟ حفزوا لي ايش؟ ترايجلسرايد بريك داون اند ريليز اوف فاتي اسيد. اذا ايش عكس هاي ولا مش عكس الانسولين؟ عكسه. اذا الجلوكاجون وجروث هرمون ايش حفزوا لي؟ انه الترايجلسرايد تتكسر لفاتي اسيد وجليسرول بالاديبوسايت، وبعدين ايش يصير للفاتي اسيد ريليز واستخدمها بالطاقه. فهذول ايش؟ الانسولين والجلوكاجون، نعرف شو كل واحد بيعمل. طيب بحكي لي الاديبوس تيشو ايش مالها؟ الفانكشن تبعيتها لها فانكشن مهمه، اللي هي انها اندوكراين اورجان. شو يعني اندوكراين اورجان؟ اندوكراين اورجان هسا لما نحكي اندوكراين سيستم، اللي هو ايش؟ اللي بيعمل على سينثيسيس الهرمون، اللي هو الاندوكراين سيستم، اللي هو اللي بيصنع لي الهرمونات بالجسم. فبحكي لي انه الاديبوس تيشو له دور كاندوكراين اورجان، معناته شو بيصنع؟ معناته هو بيصنع لي ايش؟ بيصنع لي هرمون. فبحكي لي انه هو sole source of the polypeptide hormone leptin. اذا بصنع ليبتين ايش؟ ليبتين هرمون. اذا في عندي هرمون اسمه ليبتين، هو بصنعه. هذا الهرمون بشو متعلق؟ بالشهية. اذا هذا الهرمون بتعلق بالشهية، هو بنظم لي الشهية عند الانسان. كيف يعني؟ يعني لما يكون انا عندي كمية كبيرة من الدهون ايش ماله؟ هون ايش بيثبط؟ هو بيثبط انه ايش؟ عملية الاكل، فبيخلي الشخص يفقد شهيته، فبالتالي ما يأكل. ليش؟ لأنه أصلاً الفات عنده عالي، وإذا بده طاقة خلاص بيستخدم من الفات اللي موجودة عنده، تمام؟ فهاي هو وظيفته. إذن هو help regulate الابيتيت، إذن هو بنظم الشهية under normal condition، وكمان بيشارك في regulating formation of a new adipose tissue. اذا كمان بينظم لي انه يتشكل اديبوس تيشو ولا ما يتشكل، حسب شو؟ حسب كميه الفات اللي موجوده عندي. فلو كانت كثيره حكينا رح يكون ايش؟ يثبط الشهيه عند الشخص، يخليه يفقد شهيته للاكل. لكن لو كان الفات قليل فالوظيفه رح تكون بالعكس، تمام؟ وبكون ايش انا انه خلص الشخص ياكل، لانه اصلا مثلا ما بيكون في عندي اديبوس تيشو كثير، تمام؟ او زائده عن الحد، تمام. بحكي لي in response to body need lipids are mobile rather than uniform in all part of the body, although adipose tissue in palm, sole and retroorbital fat bed resist even long period of starvation. بحكي لي لما الجسم لما الشخص شو اسمه يجوع ويصير بده ياكل، تمام؟ فالليبتين ايش ماله؟ او حتى الجسم الليبتين بفقد الشهية. شو اللي بصير؟ بحكي لي اللي بصير انه الليبت اللي موجودة، تمام، بتبلش تتحرر من الخلايا وتتحرك في كل اجزاء الجسم، خاصة في البالم اللي هو كف اليد، السول اللي هو باطن القدم، وكمان الاوربيتال فات اللي هي الفات اللي موجودة في العين، في الاوربيتال تبع العين. ايش مالهم؟ بحكي لي خصوصا هذول بيقاوموا الجوع لفترات طويلة. يعني شوفوا بيقاوموا الجوع لفترات طويلة، هذول يعني بالخصوص البالم والسول والريترو اوربيتال فات، تمام؟ اذا فزي ما حكينا، اذا الجسم لما يشعر بالجوع، تمام، مشان الشخص ما ياكل بيكون عنده فات كثير، فبالتالي ايش الليبيد هاي بتتحرك بكل اجزاء الجسم، مشان ايش؟ مشان تروح على المكان اللي ايش تروح، ويصير في عندي انرجي سورسز تشتغل as energy sources. بحكي لي خلال starvation most uninuclear adipocytes lose nearly all their fat and become polyhedral or spindle shaped cell with only very small lipid droplets. شو يعني؟
بيحكي لي خلال عملية الجوع، مش حكينا ال white adipocyte اللي فيها fat droplets شو حكينا عنها؟ حكينا عنها unilocular، تمام؟ فبيحكي لي هاي ال unilocular إيش مالها؟ بتخسر كل الفات اللي موجود فيها تقريبا. ليش؟ لأنه أنا حطمت فاتي أسيد وجليسرول وخلص راح إيش انتشر في الجسم، مشان إيش؟ مشان يكون energy sources. بحكي لي شو الخلايا بتصير عندي polyhedral or spindle shape cell، وبيكون في عندي small limited droplets. إذا شو صار عندي؟ كانت unilocular cell، هاي unilocular صار عندي خسرت الفات اللي موجود فيها، وصار عندي البوليهيدرال او السبندل شيب ايش مالها صارت بسمول ليميتد دروبلت. حتى البوليهيدرال والسبندل شيب الخلايا اللي فيها ايش مالهم صاروا عندي سمول ليميتد دروبلت. كانت بتكون عندي مثلا دروبلت كبيره، لكن لما انا استخدمت هذا الفات كانرجي سورس صار عندي سمول ليميتد دروبلت. فهون ايش؟ هون الشخص ايش خسر من الدهون اللي موجوده بجسمه واستخدمها كانرجي سورسز. تمام. اذا اخر مره نحكي عن انه الاديبوس تيشو هو عباره عن اندوكراين جلاند، لانه بينتج عندي الليبتين، هرمون الليبتين اللي هو بينظم الشهيه بالجسم، تمام؟ يعني بينظم ايش الفورميشن اوف نيو اديبوس تيشو. حكينا انه خلال الجوع كيف انه الشخص لما يجوع الليبت ببلش يتحرك وبروح على انحاء الجسم، وحكينا انه عندي البالم والسول والريترو اوربيتال فات، هذول ايش من الفات او من الاماكن اللي بتحملوا اللونج بيريود اوف ستارفيشن، يعني جوع لفترات طويله. حكينا كيف خلال الجوع بيكون في عندي يوني لوكليير ديبوسايت، وهاي بتصير بفات دروبلت كبيره، لكن بعدين بتصير لوس تقريبا كل الفات دروبلت تبعيتها اند بيكم بوليهيدرال، وبصير شكلها بوليهيدرال او حتى سبندل شيب. وشو بيكون عندي؟ only small limited droplet، عدد الدروبلت تبعات الليبت بيكون ايش؟ قل. ليش؟ لانه انا استهلكت من الليبت والفات اللي موجود عندي. تمام. هسا نحكي كيف الوايت اديبوس سيل كيف تكونت. هسا اذا بتتذكر حكينا الميزنكايمال سيل اللي رح تتمايز بعدين وتصير عندي نوع من انواع الكونكتيف تيشو، سواء كانت بلاد سواء كانت بون او ايش اديبوسايت او الفات سيل. فاللي بصير انه الميزنكايمال سيل، تمام، رح تتميز تعطيني فايبروبلاست والبيري اديبوسايت. هاي البيري اديبوسايت رح تتميز وتعطيني اديبوسايت. طبعا رح تعطيني واحدة من اثنين، يا اما اديبوسايت يوني لوكليار اديبوسايت، يا اما مالتي لوكليار اديبوسايت. ايش بيختلفوا؟ حكينا عن اليوني لوكليار انها هي الخلية اللي بتكون عندي الفات او تريجليسرايد كايش؟ كدروبلت وحدة. لكن هون اكثر من دروبلت، شوفوا كل وحدة ايش؟ كل وحدة موجودة لحالها. اذا ميزنكايمال سيل فايبروبلاست وبري اديبوسايت، البري اديبوسايت هي اللي بتهمني، اللي راح تصير اديبوسايت يوني لوكليار اديبوسايت او ايش مالتي لوكليار اديبوسايت. كثير بسيط. اذا الاديبوسايت ديفرنشييت فروم امبريونيك ميزنكايمال سيل، تمام، such differentiation is first seen with appearance of بري اديبوسايت. اذا صار في عندي بري اديبوسايت، لكن بحكي مع البري اديبوسايت كان في عندي ظهور لا ايش لا في عندي ايش بالاضافه للفايبروبلاست. لكن الليبيد دروبلت وين تراكم؟ في السيتوبلازم تبع مين؟ تبع الاديبوسايت. بحكي لي الليبيد اكيوموليشن اما بيكون ايزوليتد فروم وان اذر ات فيرست، مثل المالتي لوكليار اديبوسايت كل وحده ايزوليتد عن الثانيه، تمام، او بيكون فيوزد تو فورم سنجل لارج دروبلت كاركترستيك اوف سيل ان يوني لوكليار اديبوس تيشو، او بيتحدوا بيكونوا لي ايش؟ بيكونوا لي دروبلت كبيره واحدة من ايش؟ من الليبيد اللي هي يونيلوكليار اديبوسايت. طيب هسا متى ببلش يتكون عندي الوايت اديبوس تيشو عند البيبي؟ بحكي لي او عند الانسان، الهرمون الهيومن ار بورن وذ اديبوس تيشو، وايت اديبوس تيشو يعني بيولدوا هم عندهم وايت اديبوس تيشو. طيب
متى بتبلش تتراكم او يتكون عندي الوايت اديبوس تشو؟ بحكي لي الاسبوع 30 اوف جستيشن، اذا اسبوع 30 من الحمل، تمام؟ بحكي لي اند ويل ديفلوب بيفور بيرث، وين يعني هو بصير له ديفلوب، وين ايش الاماكن اللي بيكون موجود فيها. اذا اول شيء هو ببلش بالاسبوع 30 من الحمل، هاي شغل. الشغل الثاني بحكي لي انه ببلش ديفلوب باماكن معينه مثل الفيزرال اند سبكوتينيوس كومبارتمنت. الفيزرال السبكوتينيوس حكينا اللي هي الطبقه اللي تكون تحت الجلد، لكن الفيزرال اورجانز مثل لانج، مثل الهارت، مثل اللي اشياء خاصه الاورجان الخاصه بالجهاز التنفسي، الاورجان الخاصه بالجهاز الهضمي. فايش هون ايش ببلش الليبيد ايش ديفلوب قبل الولاده في هاي الاماكن. طيب بحكي لي ديفلوبمنت اوف نيو اديبوسايت كونتينوس اراوند سمول بلاد فيزل وير اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل ار فيرلي ابندنت. اذا شو بحكي لي؟ بحكي لي انه الاديبوسايت، تمام، انه يظل يتكون عندي نيو اديبوسايت، هذا الاشي مستمر. طيب ليش؟ وخاصه وين؟ عند السمول بلاد فيزل. طب ليش مستمر عند السمول بلاد اراوند السمول بلاد فيزل؟ بحكي لي لانه هناك في عندي اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل بكميه كبيره، راح يظل يتمايز ويعطيني ايش؟ يعطيني اديبوسايت او فات سيل. اذا بسبب انه في حوالين السمول بلاد فيزل ايش اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل اللي راح يعطوني في النهايه الاديبوسايت. طيب هسه شو بحكي لي؟ اكسسيف فورميشن اوف اديبوس تيشو او الاوبيستي متى بتحدث؟ انه يكون في عندي تخزين هائل او الاديبوس تيشو يكون عندي الفورميشن تبعه كثير، او اللي هي السمنه. بحكي لي لما الانرجي انتيك اكسيد انرجي اكسبنتشر. كيف يعني؟ يعني لما انا الانرجي الاكل اللي باكله او الطاقه اللي انا بحصل عليها من الاكل شو اسمه بتتجاوز استهلاكي لها. يعني مثلا الشخص اللي بياكل كثير بيضل قاعد، فيعني هون هو ما رح يحتاج الطاقه هاي اللي من الاشياء اللي اكلها، فكله رح يتخزن از ايش از فات اند از ليبيد دروبلت، ورح يصير في عنده دهون متراكمه. بحكي لي هذا الاشي بزيد in modern and sedentary lifestyle، يعني في الحياة الحديثة في اللايف ستايل اللي هسه احنا يعني فيه، يعني الحياة كسولة، هسه صار اللايف ستايل كسول. الشخص بضل قاعد مثلا على التليفون، ما بيلعب رياضة، ما بيتكلف اصلا يقوم يتحرك، فبضل قاعد. فبالتالي ايش انه الانيرجي ايش اللي هو اللي بيحصل عليه من الاكل هو ما بيستهلكه كله، فبالتالي ايش راح كله ايش يتراكم as fat. تمام. بحكي لي بالرغم من الاديبوسايت كان differentiate from mesenchymal stem cell through life. هسا الاديبوسايت من وين؟ من الميزنكايمال ستيم سيل. طيب بحكي لي وخلال الحياة عادي برضو، مش بس انه سواء كان before the birth بتكون الوايت اديبوسايت او حتى ايش through the life. بحكي لي adult honest obesity involve in increased involve increased size of exciting adipocyte. بحكي لي في عندي obesity بنسميها hypertrophic obesity، تمام؟ شو يعني hypertrophic؟ كنت تميزوا بين hypertrophic و hyperplastic. هسا رح نحكي الفرق. الhypertrophic انه الاديبوسايت اللي موجودة عندي، تمام، بعد ما صارت اديبوسايت هاي الخلية يزيد الحجم تبعها. كل ما زاد هون ايش زيادة الحجم تبعها رح يسبب لي سمنة اكيد، فهاي ايش بنسميها hypertrophic obesity. لكن في عندي obesity ثاني بحكي لي بصير في عندي increase بالاديبوسايت بالاديبوسايت سايز اند النمبر. بسبب ايش بزيد هون ايش بالهايبر بلاستيك؟ بيكون في عند زياده بحجم الاديبوسايت وبعددها. ليش بعددها كمان؟ بحكي بصير في عند ديفرنشيتد اوف مور بري اديبوسايت فروم ميزينكايمال ستيم سيل. راح يكون عندي ميزينكايمال ستيم سيل كثير، راح تؤدي الى انه يكون في عندي مور بري اديبوسايت
أديبوسايت كثير، فبالتالي هون إيش زاد عندي العدد، وبرضه رح يزيد عندي حجم هاي الأديبوسايت. هون لما زاد الحجم والعدد شو بنسميها؟ هايبربليستيك أوبيستي. إذا هايبرتروفيك زيادة الحجم، هايبربليزيا إيش زيادة حجم وعدد، وطبعا هم اثنين إيش أوبيستي، هاي واحدة بزيادة الحجم، هاي بزيادة الحجم والعدد تبع إيش تبع الأديبوسايت. تمام، هسا نحكي عن البراون أديبوس تيشو. حكينا إنه ليش لونها بني أو براون، حكينا سبب، هو في سببين، بس السبب الأول إنه أو الأساسي يعني إنه بيكون في عندي ميتوكوندريا، مو واحدة أكثر من واحدة، فبالتالي بيكون لون الأديبوس تيشو براون. تمام، هسا بدنا نعرف إنه البراون أديبوس تيشو بيمثل 2-5% من النيوبورن بادي ويت، يعني البيبي اللي بيكون مولود جديد البادي ويت تبعيته بسبب يعني البراون أديبوس تيشو بتشكل من البادي ويت أو من الوزن تبعه 2-5%، معناته إيش؟ هو قليل، والوايت بيكون عندي بالبيبي أكثر من إيش؟ من البراون أديبوس تيشو، لأنه هاي بس 2-5%. طب وين بيكونوا موجودين؟ بالباك، بالنيك أند شولدر. انتبهوا إنه أنا بحكي عن النيوبورن، يعني عن البيبي اللي مولود جديد، لأنه هسا رح نحكي عن الأدلت ورح يكون بأماكن ثانية. إذا بالظهر، بالنيك، الرقبة، وبالأكتاف. بحكي لي مجرد ما الشخص يعني بفترة التشايلد هود أند الأدوليسنس ببلش العدد البراون أديبوسايت يقل، بعد عند بفترة الطفولة وبفترة المراهقة ببلش عدد البراون أديبوسايت إيش يقل. طيب في الأدلت هل هي مش موجودة؟ لا هي موجودة، لكن في سكيترد أريا أو في أماكن زي يعني مبعثرة، مثل وين؟ موجود في الكيدني، في الأدرينال جلاند، في الأورتا، في الميدياستينيا. هذا بتكون تحفظوها يعني إنه هيك كاختصارات، إنه كام الكي كيدني، الاي ادرينال جلاند، اورتا، اند الميديا استينيا. هاي وين؟ في الادلت، لكن في النيو بورن، في الباك، في النيك، في الشولدرز، وعددها ببلش يقل في التشايلد هود والادوليسنس، في المراهقه وفتره الطفوله ببلش عدد البراون اديبوسايت يقل. طيب بالنسبه للكلر، في براون او البراون اديبوس تيشو او البراون فات، بحكي لي بسبب شغلتين. Both بيكون في عندي abundant mitochondria scattered among lipid droplets of the fat cell. هاي واحد بحكي لهاي هاي brown adipocyte، هذا الميتوكوندريا، وبحكي لي هاي اللي هي الفات دروبلت، بحكي لي بين الفات دروبلت بيكون في عندي abundant very abundant mitochondria. هاي واحد. اثنين بحكي لي large number of blood capillary in this tissue، يعني شوفوا مثلا هاي عبارة عن إيش؟ خلية براون، هاي أتوقع برضو خلية. شوفوا كيف بيناتهن بين الخلايا في داخل التيشو في عندي إيش؟ كابيلاري بشكل هائل. إذن هذا السبب الثاني إنه ليش لون التيشو عندي براون. إذن شو سبب الكالر أوف براون أديبوس تيشو؟ واحد أبندنت ميتوكوندريا بين الليبيد دروبلت داخل الخلية نفسها، اثنين لارج نمبر من البلد كابيلاري في داخل التيشو مثل ايش شفنا هون. تمام، طيب بحكي لي هسا تتذكروا لما حكينا انه الوايت هو في بيكون فات دروبلت واحدة، وبيكون في عندي النواة ايش بتكون عندي على الطرف، وبيكون هون في عندي السيتوبلازم والأورجانيلز الثانية، بس النواة بتكون طرفية، وسمينا اذا بتتذكروا الوايت ايش يوني لوكليار. ليش؟ لانه انا بس في عندي فات دروبلت واحده، لكن الاديبوسايت البراون اديبوسايت على عكسها، هي بتحتوي، شوفوا بتحتوي اكثر من فات دروبلت. تمام، طبعا هاي الميتوكوندريا، هاي النيوكلياس، تمام، هاي الميتوكوندريا كمان. فايش انا في عندي فات دروبلت اكثر من واحده، فشو بنسميها؟ بحكي الكونتين ماني سمول ليبيد انكلوجن اند ذيرفور، عشان هيك بسميها مالتي لوكليار. اذا شو مالتي لوكليار؟ ليش؟ لانه الفات ما عندي فات دروبلت واحده، لا انا في عندي ماني فات دروبلت. تمام، وبالنسبه للنواه بتكون موجوده، مو موجوده على الطرف، بتكون موجوده في المركز او في المنتصف، مو مثل وين؟ مو مثل بالوايت. هسا شوف هون النواة بتكون عندي بالوايت، لكن لا بتكون هون يعني عندي تقريبا بنص الخلية بالبراون أديبوسايت.
طيب بحكي لي من small lipid-droplet abundant mitochondria rich vasculature. إذا إيش أنا حكينا؟ صار في عندي small lipid-droplet داخل الخلية، في عندي كمان mitochondria يعني many mitochondria، وبحكي لي كمان إيش بالتشيو في عندي rich vasculature. طيب إيش هاي الأشياء كلها فائدتها مع بعضها أو شو وظيفتها؟ بحكي لي بتساعد بإنها تأدي تخلي البراون أديبوسايت أو البراون أديبوس تيشو أدي وظيفته اللي هي هيت برودكشن. طيب شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الميتوكوندريا رح تنتج لي طاقة، هاي الطاقة رح تكون as heat على شكل حرارة. طبعا رح يتم تكسير هاي الفاتي أسيد أو الفاتي دروبلت، الفاتي دروبلت اللي موجودة هون، تمام، وكله هذا إيش رح ينتج لي إيش heat production. فبالتالي بهاي الطريقة بتم المحافظة على درجة حرارة الجسم. ليش؟ لأنه أنا في عندي الفاسكوليتر برضو رح البلد فيزل رح تتدفى، تمام، فبالتالي يعني بتنشر الحرارة بالجسم كامل، وبالتالي هيك أنا بكون حافظت على درجة حرارة الجسم. إذا بسبب أنه الميتوكوندريا بتنتج لي طاقة من جهة، وهسا رح يعني نشوف بشكل أوضح، لكن الطاقة هون الإنرجي كإيش؟ as heat، كحرارة، أنا بدي إياها كحرارة. الفات بصير له بتكسر، تمام، طبعاً الفات بيتكسر وبتم إنتاج منه الطاقة as heat عن طريق الميتوكوندريا. مش بتتذكروا إنه الميتوكوندريا إلها دخل بإنتاج الطاقة بالعمليات اللي بتصير فيها الفوسفوليريشن، تمام، فعن طريقها اذا بيتم انتاج ايش؟ بيتم انتاج الهيت، وعن طريق انه بسبب انه الفاسكوليتشر عندي عالية او البلد فيزل موجودة بكثرة، فالبلد فيزل نفسها الدم رح يصير له تدفئة، وبالتالي يدفى كل الجسم. هسا رح نرجع نحكي عنها كمان مرة بس انه عشان تكونوا اخذتوا فكرة. طيب اذا بحكي لي السيل اوف براون اديبوس تيشو هي بوليغونال and smaller than cell of white adipose tissue. إذا مين أكبر، الوايت ولا البراون؟ لا، الوايت أكبر، البراون أقل. شكلها بحكي لي زي شكل المظلة. هسا شوفوا لو نيجي هون، شوفوا يعني هيك إنه إيش بيكون زي إلها أضلاع. فإيش فعشان هيك حكينا عنها إيش بوليجونال الشيب تبع إيش تبع البراون أديبوس تيشو، حكينا عنها إيش مالها سمولر ذان الوايت أديبوس تيشو، وحكينا إنها بتحتوي على إيش السيتوبلازم تبعها بيحتوي على number of lipid droplets of various size and the nucleus اللي بتكون عندي center located. إذا كفرق، إذا بدنا نفرق بين الوايت والبراون، هذيك إيش كانت؟ كانت تخزن إنرجي. هون إيش؟ هون أنا بستخدم مشان إيش الإنرجي عشان أعمل هيت برودكشن، فهاي كل واحدة وظيفتها مختلفة. اثنين، هناك النيوكليوس كانت طرفية، هون إيش؟ هيها سنتري لوكيتد. ثلاثة، هناك كان عندي الوايت لون وايت، هون البراون حكينا ليش. أربعة، بيكون مين أكبر، الوايت ولا البراون؟ البراون أصغر من الوايت أديبوس تيشو. خمسة، إنه هناك كان عندي دروبلت واحدة، هون عندي أكثر من دروبلت، وهون في عندي إيش الميتوكوندريا أكثر من ميتوكوندريا، هناك لا كان عندي ميتوكوندريا يعني واحدة، تمام. بحكي لي إنه الأديبوسايت of brown fat are closely packed around large capillary. حكينا انه اصلا بيكون في عندي الفاسكولار عالية بالبراون اديبوس تيشو، فبيكون في عندي ايش؟ بيكون بحكي لي انه الخلايا متجمعات وحواليهن بيكون في عندي لارج كابيلاري، بيكون في عندي يعني كابيلاري كبيرة، بحيث ايش؟ انه اصلا حكينا عنه هايلي فاسكوليتور، الاوعية الدموية عنده يعني موجودة بكثرة. طيب بحكي لي هناك، اذا بتتذكر مش حكينا انه في عندي بصير لها سب ديفايد باي بارتيشن اوف كونكتيف تيشو للوبيول لانكمبليت لوبيول، هون نفس الاشي بس في فرق انه، وحكينا ايش بيكون بالكونكتيف تيشو، في عندي بيكون هناك حكينا بلاد فيزل ونتورك نيرف نتورك، هون نفس الاشي بيكون في عندي بلاد فيزل في هاي الكونكتيف تيشو، تمام، وايش كمان وايش النيرف، لكن بحكي لي هون better delineated than lobule of white adipose tissue. شو يعني؟ يعني بحكي لي هون ال blood vessel والconnective tissue والنيرف مبينات بشكل أوضح أكثر
اكثر من البيول تبعيت الوايت اديبوس تيشو. هاي كمان ايش، هاي فرق، مش عارف الفرق رقم كم، بس هاي كمان فرق بيناتهم، انه الثنتين بيكون في عندي البيول، لكن البيول تبعيت تبعيت البراون بتكون عندي بيتر دايلينيتد ذان ايش، ذان البيول تبعيت الوايت اديبوس تيشو، اذا بتكون اكثر ايش، اكثر وضوحا. تمام، هسا بدنا نشوف الفانكشن تبعت البراون اديبوسايت، حكينا عنها هيت بريدكشن، لكن رح نحكي عنها كمان. بحكي لي the main function of multinuclear adipocell is produce heat. حكينا اذا production heat، العملية اللي بننتج فيها الهيت، تمام، في بسبب او داخل البراون اديبوس تيشو بنسميها non shivering thermogenesis. هسا رح نحكي ليش سموه ثيرموجينيسيس، لانه انا في عندي انزيم او بروتين اسمه الثيرموجينين، فبالتالي ايش، انه العمليه كانت ثيرموجينيسيس. طيب ليش كانت نون شيفرينج؟ يعني بدون رعشه، بدون كيف يعني، يعني المصل هون ما بتتدخل، اللي رح ما بتتدخل بانتاج الحراره، تمام، فاللي بتدخل هون بانتاج الحراره بس البراون اديبوس تيشو، عشان هيك حكينا نون شيفرينج. الشيفرينج يعني لما يكون في عندي رعشه وبكون في عندي تدخل او المسؤول عن انتاج الحراره المصل، بصير لها كونتراكشن فبالتالي بتنتج الحراره، لكن هون عندي نون شيفرينج ثرموجينيسيس، ما في عندي رعشه، المسؤول هو البراون اديبوس تيشو عن انتاج الحراره. طيب إذا بتتذكروا حكينا بالوايت فات إنه لما إجا عندي النور إبنفرين النيرو ترانزميتر وحفز لي الهرمون سينسيتيف لايبيز، اللي حفز لي إنه يصير عندي تحلل للترايجليسرايد اللي موجود داخل الوايت أديبوسايت لإيش، لفاتي أسيد والجليسرول، بعدين إيش طلعوا مشان أستخدمهم أز إنيرجي، إنيرجي يعني طاقة مش هيت مثل بالبراون. لكن هون شو بيحكي لي؟ بيحكي لي على عكس العملية الموجودة في الوايت، هون الفاتي أسيد of multinuclear adipocyte not released but quickly metabolized with increase in oxygen consumption and heat production. بيحكي لي هنا، هون هناك احنا ايش طلعنا الفاتي اسيد والجليسرول، بيحكي لي هون الفاتي اسيد انا بستفيد منها داخل الخلية نفسها، ما بطلعها خارج الخلية، وبنفس الوقت مشان انا بدي انتج طاقة وفي عندي ميتوكوندريا والفاتي اسيد اللي راح تتكسر وتنتج لي طاقة على شكل هيت، فهذول ايش بيحكي لي بدهم اكسجين، فبالتالي في عندي استهلاك للاكسجين وبالتالي هيت برودكشن. فبالتالي ايش اللي رح يصير؟ التمبريتشر تبعيت التشيو نسيج الاديبوس تشيو البراون رح تزيد، ورح يصير في عندي تدفئه للدم للسيركوليتنج بلاد زي ما حكينا، وبعدين هاي الحراره رح تنتشر عن طريق الدم للجسم كامل. اذا ايش بصير؟ فاتي اسيد بصير لها ميتابولايز، انا بحتاج طبعا بوجود الميتوكوندريا بيتم انتاج طاقه، وهاي الطاقه بتكون على شكل حراره، وانا ايش بحتاج؟ بحتاج اكسجين، فبتم استهلاك اكسجين في هاي العمليه وبتم انتاج حراره. اللي بصير اول اشي اللي بصير له تدفئه اللي هو التشيو، بعدين رح يكون في عندي البلد، بعدين البلد رح ينشر الهيت بكل الجسم. طيب في عندي انزيم او بروتين مسؤول او له دور في عمليه الهيت برودكشن، وين موجود؟ اذا هيت برودكشن انكريز بيكوز ميتوكوندريا على الانر ميمبرين، اذا وين موجود؟ على الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، في عندي جريتر ليفل اوف ترانس ميمبرين بروتين اسمه ثيرموجينين او انكوبلينج بروتين، هاي اختصاره. اذا في عندي على الانر ميمبرين هاي موقعه انزيم او بروتين اسمه ثيرموجينين او انكوبلينج بروتين، هو اللي بساعد بالهيت برودكشن داخل هذه التشيو. تمام، اخر اشي نحكي عن ايش، كيف تكونت البراون. نفس الاشي، البراون حكينا ميزنكايمال سيل بير اديبوسايد، بعدين في عندي الاديبوسايد. هسا بالنسبه للوايت رح تكون يوني لوكليير، البراون رح تكون عندي مالتي لوكليير، بس يعني هذول. طيب هون خلينا نقرا شو مكتوب. اذا البراون اديبوس تيشو بتتطور من وين، او بتكون ناتجه من ميزنكايمال سيل. بحكي لي هاي السيل رح تتطور از جروينج بري اديبوسايد، هاي البري اديبوسايت رح تصير اديبوسايت مالتي لوكليير اديبوسايت. بحكي لي في برضو فرق كمان بين الوايت وبين البراون، انه هي ايمرج ايرليير ذان الوايت فات خلال الفيتال ديفلوبمنت. مين بظهر اول اشي بالفيتال ديفلوبمنت؟ بالجنين. البراون بتظهر بشكل ابكر من ايش، من الوايت.
تمام، بحكي لي بالهيومن تمام البراون فات متى بتكون واصل الماكسيمم ليفل بالنسبه للبودي ويت، يعني متى بيكون انا عندي كميه البراون فات هي الماكسيمم بالنسبه لمين؟ بالنسبه لوزن الشخص ات بيرث، لما يكون الشخص ايش ولدان جديد يعني البيبي هون ايش بيكون واصل للماكسيمم ايش ماكسيمم براون فات بالنسبه لمين؟ للبودي ويت. تمام بحكي لي when thermogenesis is most needed and disappear هاي الخلايا بصير لها disappear by apoptosis أو involution during childhood. بحكي لي لما أنا الجسم بده حرارة مثلا يكون موجود في مكان بارد فالجسم بده تدفئة تمام عشان أحافظ أنا على درجة حرارة الجسم، فبحكي لي هذا الإشي بصير تمام عن طريق إنه هاي الخلايا اللي هي البراون فات ما هي أصلاً رح يصير في عندي تكسير للفاتي أسيد وأنتج حرارة يعني بواسطة إني أكسر هاي الفاتي أسيد وهاي الترايجليسرايد، فبحكي لي الخلايا هاي البراون أديبوسايت بتبلش تختفي عن طريق الأبوبتوسيس، إذا بتتذكروا حكينا عنها بالمد هاي إيش هاي هي موت طريقة لموت الخلية أو إنفوليوشن إنه الخلية تتحلل خلال التشايلد هود. إذا لما يصير في عندي جسم محتاج ثروموجينيسيس إنه بده حرارة فالخلايا بتبلش تختفي عن طريق الأبوبتوسيس أو الإنفوليوشن. طيب بحكي لي في الأدلت تمام كمية البراون فات الأكتيفيتي براون فات higher in lean individual يعني الشخص النحيف تمام مقارنة بالشخص السمين أو الشخص اللي عنده obesity إيش بيكون البراون فات أكتيفيتي عنده أكثر. ليش؟ لأنه أصلا هو نحيف معناته إيش الإنرجي اللي بيأخذه بيستهلكه مو عنده الإنرجي اللي بيأخذه أقل من اللي بيستهلكه فبالتالي صار سمنة، لا هو بيستهلكه فبالتالي إيش هو محتاج heat production فبالتالي بيكون في عنده البراون فاتس إنه الأمونت والأكتيفيتي تبعها عالية مشان إيش مشان لأنه أصلاً هو ما عنده إيش ما عنده فات وهو بيستهلك إيش بيستهلك إنرجي تمام فبالتالي إيش بيكون عندي البراون فات موجود وأكتف بكمية أكثر في الشخص النحيف. طيب هسا شو بيحكي لي؟ بيحكي لي حكينا إنه البراون أديبوسايت إيش مالها بتنتج لحرارة معناته متى هي بتزيد طبيعي إنها تزيد خلال الكولد أدابتيشن إن أدلت يعني لما يكون في عندي الشخص موجود في مكان بارد أو يكون عندي الجو بارد هون طبيعي إنه البراون أديبوسايت إيش يزيد عددها. بحكي لي usually appearing as a cluster of multinuclear cell in white adipose tissue وين بتظهر؟ أول شي حكينا إنها بتكون مجموعات of multinuclear cell حكينا إنه multinuclear cell لأنها عندها فات دروبلت أكثر من وحدة فهي لما تظهر بالcold adaptation تظهر as a cluster مجموعات من multinuclear cell وين؟ بتكون محشورة في الوايت أديبوس تيشو إذا بتحشر حالها بين خلايا الوايت أديبوسايت تمام؟ تمام بحكي لي إنه إيش اللي بيحفز لي إنه الأديبوسايت يصير لها differentiation وما يصير لها موت ليش؟ لأنه أنا بدي إياها مشان تنتج الحرارة بحكي لي autonomic nerve إذا autonomic nerve يعني المسؤول عنها النيرف سيستم تمام؟ النيرف سيستم بحكي لي هذا بيحفز إنه الأديبوسايت هاي البراون يصير عندي differentiation لا يعني كمان أنا بدي كمان براون أديبوسايت يصير في عندي differentiation لكمان وبالتالي كمان ايش غير انه بيساعد انه يصير في عندي او بحفز يصير عندي differentiation اثنين prevent apoptosis in mature brown fat cell بمنع انه هاي البراون فات سيل يصير لها apoptosis. ليش؟ لانه الجسم رح يحتاجها بانتاج ايش بانتاج الحرارة وبس. يعطيكم العافية.